المشهد اللي هتشوفه قدامك ده مشهد السيدة العجوزة وهي تتحدث، الغريب أنها تتحدث إلى المدعوون الذين حضروا جنازتها، فهي ليست حقيقية، إنها امرأة مخلقة بالذكاء الاصطناعي ولكنها تبدو حقيقية تماما. ابنها هو اللي اخترع الستوري فايل، البرنامج العجيب اللي بالذكاء الاصطناعي يقدر يستحضر الميت. البرنامج ده يعني بدأ ينتشر وبدأت الاشتراكات فيه، والحمد لله الاشتراك فيه حتى الآن ليس مجانيا وليس متاح لكل حد، لازم تشترك فيه بفلوس. تقدر انك انت تعيش يوميا مع الشخص اللي بتحبه وتوفاه الله، تكلمه زي ما يكون لسه عايش، تاخد نصايحه ويديك نصايحه، تعمل معاه محادثات ويبقى معاك على الموبايل ويبقى معاك على الكمبيوتر ويبقى معاك في كل وقت وكل مكان، وكأنه هو عايش لسه ما ماتش. ببساطة شديدة جدا انت تشترك في البرنامج، تدخل شوية صور لحبيبك او حبيبتك اللي توفت، سواء زوجتك، باباكي، باباك، ام، اي حد انت بتحبه وعاوز تعيش معاه التجربة بتاعة الحياة بعد الموت دي. فتدخل الصور وتجاوب على اسئلة كتير هيسألك عنها، ومنها يبدأ الذكاء الاصطناعي بتاع البرنامج يكون لك الشخصية صوت وصورة وتعيش معاها وكأنك انت في الواقع الافتراضي. فالموضوع بدأ ينتشر وبدأت يعني الناس تقبل عليه، وبدأت بقى الأطفال يقعدوا زي ما هنشوف كده، الأطفال قاعدين بيتفرجوا على جدتهم، بيتفرجوا على جدهم، بيسألوه عن نصايحه في الحياة في الدنيا، كنت بتعمل ايه وانت زينا، كان نفسك تشوفنا ولا لأ. زيارات أسبوعية بقى للجد والجدة بعد ما ماتوا، تقعد معاهم بقى، تخلي الأولاد يقعدوا معاهم كل أسبوع في البيت بقى، بدل ما تروح لهم هم يتواجدوا معاك، الأب والأم، وحاجات جميلة أوي. اللي خلاني أتكلم عن البحث ده إن مجلة نيتشر نشرت عن هذه البرامج تحذير شديد جدا من أبحاث علمية بتقول إن في خطورة من البرامج دي على الصحة النفسية وعلى الإنسان من حيث الآتي. نمرة واحد، إن أنت ممكن تسكن بالشخص الموجود في هذا الذكاء الاصطناعي، لا تستطيع البعد عنه ولا الاستغناء عنه وتعيش معاه على طول. دي حاجة. تاني حاجة بقى ودي المهمة، إن ده مش الشخص الحقيقي، ده مخلق بالذكاء الاصطناعي وفي برنامج وراه، ورا البرنامج ده مالكين وشركة كبيرة، والشركة دي ممكن تجلب شركات تعمل دعاية. يعني ممكن تلاقي باختصار كده جدك اللي مات ده قاعد بيقول لك يا ابني أنا عاوزك تشرب المياه الغازية بتاعت شركة فلان فلانية، تاكل التفاح بتاع شركة كذا، تاكل المنتج مش عارف، تروح مطعم كذا النهاردة تتغدى. الحاجات دي بتبقى الشركة بتاعة الـ AI دي قبضة بقى من المعلنين، وتجيلك في انها والدك ولا والدتك ولا الشخص انت بتحبه، وبينصحك بيقول لك جرب الحكاية دي وروح عند المحل ده واعمل، فتستخدم استخدام سيء في ترويج والحصول على اموال من الدعاية، وممكن تروج كمان لبعض الأفعال يعني المخالفة لبعض الأعراف اللي الناس متعودة عليها. المهم يعني هي بيحذروا منه تحذير شديد، فأنا حبيت لأن بدأت تنتشر عندنا بقى البرامج المجانية عندنا في بلادنا، العيال بقى بدأوا على التيك توك والحاجات ده، بص اليوم جايبين لك صور عبد الحليم حاطط نفسه هو كأنه هو عبد الحليم حافظ، وبيغني، بيغني أغاني عبد الحليم، أو بيجيب صوت زي صوت عبد الحليم، واحد عمال يقلد الشخصيات، وتبص تلاقي وشه بقى هو بالظبط نفس شخصية الممثل. برامج ببلاش، بس لسه بقى ما جاتش بقى على الإيه، إنها يعمل لك جدك بقى ولا خالتك ولا عمك ولا الكلام ده، حاجات غريبة. ولسه بقى القادم أعظم، أعظم بكتير. يعني هتبص تلاقي في المستقبل إن ممكن الشخص ده يتجسد إليك حقيقة. وكان في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم قال لك إن يعني ما معناه يعني
ان المسيح الدجال لما يجي ممكن يحيي لك ابوك ويحيي لك امك ويقول لك يا ابني اتبعني. فالتكنولوجيا دي في بدايتها، لانه يقول لك ان الراجل ده هيبقى ساينتست كبير جدا، ويعني هيبقى عنده التكنولوجيا العالية جدا اللي ممكن تهيئ لك تماما ان الشخص اللي قدامك حقيقي بالظبط وهو هو تمام، وممكن بعد كده تلمسه بقى ولا حاجة، يبقى انسان آلي كده في صورة والدك. الله أعلم، يعني أشياء غريبة بتبدأ تتكون عندنا دلوقتي في خط هيوصل لحاجات ما كناش نتخيلها أو ما نتخيلهاش ولا نحلم بيها. ده الموضوع اللي عندنا دلوقتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.